متابعي صفحة أثاث الثقة صح فطركم وصح شربتكم، جينا وجبنا لكم دي نوتر كولور على لاطاب اللي حكينا عليها غير كيما بدلنا لها فيديو تعريفي. قلنا بلي فيها اللون الأحمر وفيها اللون الأسود والأبيض، دوكا جبنا لكم نوتر كولور كيما راكم تشوفوا فيها خوتي، هاد التحفة الفنية، هاد الرسمة الفنية اللي راكم تشوفوا فيها. شوف لاطاب تاعها الزجاج تاعها من فقتك واحد النظرة ما شاء الله. وقلنا لكم مقبل بلي هاد لاطاب فيها خاصية انها تكبر وتصغار، وكبيرة فيها اما 70 وصغيرة فيها اما 30. شوفوا كيما راكم تشوفوا مرون فرسية بيامل تحتها بليفيس كيما راكم تشوفوا فيها خوتي، حاجة شابة وحاجة صوليد. وقلنا بلي هادية تاع الترك بريميش واحد شابة، وهيليك هوليك لون اخر كيما راكم تشوفوا فيها البني بالاسود، وفيه وقل فيه التاني الابيض كيما راكم تشوفوا خوتي. شوف النظرة من فوق، حاجة ما شاء الله، حاجة شابة وحاجة صوليد وحاجة تاع دوام. وقلنا بلي هاد هادي هاد لاطاب هادي بري تاعها 380 و 600 بريفيكس، وصحاب الجزائر اللي يسكنوا في الجزائر ويسكنوا في بليدة ولا في تيبازا يزيد غير 200,000 ونوصلوها له حتى للدار، يعني 380 و 800 ونوصلوها لك حتى للدار. من في هذا اللون اللي تشوفوا فيه خوتي، فيها بزاف الوان، درنا لكم اغلبيه الالوان اللي عندنا كما راكم تشوفوا فيهم خوتي، حاجه شابه. واللي حاب يزورنا في المقر تاعنا رانا في ولايه بازا مدينه القليعه بجوار مخبر تحليل الدم كركوبه، مرحبا بكم في اي وقت. وهذه هي خوتي اثاثيقه، دائما نجيب لكم جديد ودائما نحط لكم عند الصوره. ولمزيد من الاستفسارات ولا اللي حاب يحجز ولا يتصل بنا على الارقام اللي ظاهره في الاطار الاسود، ولا يزورنا على صفحتنا على الفيسبوك ولا على حسابنا على الانستغرام ولا على اليوتيوب. بارك الله فيكم، تهلاو في رواحكم، سلام.